أول ما تسمع حدا عم بيقول لك تعرف أنك وصلت عقهدن، عالوصلة بتاخد البركة من البطل يوسف بكرم وبتضلك ماشي مع وجهك عالميدان. تفتتح القعدة بلبنية ومستحيل تكفي نهارك بلا كبة صغير توية. بتسير الشبيبة بدق طاولة، وإذا ربحت بتتحلى بسحلب، من بعدها بتروح تروق راسك بحرش قهدن. لما تعطش بتمل ريقك بميات نبع جعيد، وعالعصرونية إذا حظك حلو بيكون موسم تفاح. تحت شمسات قهدن رح تتفرج عبيوت أرميد، عوادي القديسين، وعجبال وشجر، وفي وجوه حلوة مستحيل تنساها. ولما معلم بطرس يفتول بشواربه تعرف انه رح تكسروا العرقات سوا. في أحلى من الغطايطة بالصيف، وأول ما تسمع نغم حلو هيك جاي من بعيد، حق الموسيقى ساعتها بتعرف انك وصلت. يعني فيديو لحاله بيحكي عن يلي رح نحكي فيه نحن هلأ. فيديو لحاله أخذنا على مطرح تاني، على مطرح بعيد، على مطرح حلو، على مطرح نائي. بعدني عم قول إنه أف قدي بيكون في فرق بين أهدن وبيروت. يعني بأهدن هالهوى الناعم السلس، صوت العصافير، توعوا على الورود الحلوة يلي بتكون هلأ موجودة، على الخضار يلي بيكون محيط فيكن بكل الوقت بأهدن. هيدي هي أهدن، فكيف إذا منزيد عليهم أهدنيات. كل التفاصيل رح تكون مع إيفلينا مهوس، المنسقة الإعلامية لمهرجان أهدنيات الدولي. صباح الخير. صباح الخير مريم، أهلا وسهلا فيك. من أهدن لعنا دغري. نزلت قلت هيك بطلعكن معي على الطقس. سألتك وين الكبة؟ فعلا يعني هي الكبة أكيد أنتم من أهل البيت، بس هي طيبة بأهدن. طيب بالأجواء بمطرحها 100% بالأجواء الحلوة مع الناس الطيبين. هالفيديو بحد ذاته يمكن بيروج للسياحة الداخلية والريفية تحديدا بمنطقة أهدن، وهيك منركز على ميزات أهدن، كيف ممكن صح. نقضي النهار، خاصة أنه هي منطقة جبلية بعيدة عن المدينة، فهيك ويك أند جات واي، خاصة هلأ عم نركز على الصحة النفسية، قديش مهم نرتاح، نتعرف على ناس، نرجع نتواصل مع الآخر بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. ونكتشف هالكنز يلي عنا إياه بمناطقنا. فعلا كل منطقة بلبنان عندها ميزتها أكيد. عندها خفاياها يلي تعتبر كنز. النعمة يلي ورتونا إياها جدودنا. فأهدن أنا قد ما أحكي عنها شهادتي مجروحة. أهدن هي نموذج عن كل لبنان، وخاصة بأهلها، أهل المضيافين صحيح. يعني كان بالفيديو عم بيقول أول صحيح. ما توصل وتسمع كلمة حدا عم بيقول لك خليلي قلبك أو خليلي قلبك بتعرف أنك وصلت. وفعلا يعني بدك تشربي فنجان القهوة، دايما في عنا ستاتنا أو المسنين حولوا على فنجان قهوة تفضلوا مزبوط. ما بيصير، وأهدن الناس بيناموا وبوابهم مفتوحة حتى لأي ما توصلوا أو أي حدا بيوصل بأي وقت يلاقي مطرح أنه يبقى فيه. كمان بأهدن يعني نص القلب فوق، عرفتي؟ فبحبها كتير لأهدن، وبعرف احنا كل قلبنا معك، وأكيد مع الجديد يلي دايما دعمتنا ودايما هي الجندي المجهول. يعني رغم الظروف يلي عم بتصير والمحيطة فينا، بعدنا عم نقدر نظهر الصورة الحلوة. ويعطيكم ألف عافية، يعني على ما بتعرف قديش أنتم بتتعبوا، ولكن عم بياخد منكم مجهود، عم بتصوروا وتظهروا الصورة الحلوة الحقيقية عن لبنان، إن كان الفنية، الثقافية، الموسيقية، الإبداع، الشبابية، وكمان بدون ما تنسوا أي فئة عمرية. فيعطيكم ألف عافية. أنتوا كمان إيفلينا، وبعرف قدي عم تتعبوا، خاصة هلأ مع اقتراب أهدنيات وهيدا المهرجان يلي أنا برأيي مش قصة بس دولي، هيدا مهرجان صار عالمي، مهرجان يقصد من كل المناطق، من فعلا. كل يعني المغتربين أوقات بتعرفي بيحجزوا إيفلينا بشكل صحيح. إنه هن يسقبوا مع أهدنيات. يعني هالقد صار هو محطة سنوية بينطروها الناس من سنة لسنة ليكونوا مشاركين معكم. صحيح. مثل ما ذكرت يعني هذه السنة 20 لأهدنيات، 20 سنة من السياحة الريفية، 20 سنة من السياحة إذا بدنا نقول المسيحي نعم هل أدمر الوقت بسرعة؟ 20 سنة من 2004 كأنه مبارح. ايه فعلا نحن من 20 سنه كمان اذا بتسمح هيك، اجت لعنا سيده على صغرتها اسمها ستريما فرنجيه، وهي اللي فتحت لنا هالافاق، هي اللي عرفتنا على انواع السياحه وقالت لنا يا عمي اهدن هالحلم الكبير، تعوا نحلم سوا، وقررت تشاركنا هيدا الحلم. وسنه عن سنه كان عم بيزيد، يعني صح. بلش بمهرجان محلي صح. بمبنى الكبرى الاثري، وانتقل للعالميه، يعني جلوريا جينر، إلان سيجارا، خوليو إغليسياس، انريكي، العديد
العديد من النجوم صحيح. العالمية والعرب أكيد مثل قاسم الساهر، إلهام المدفعي، يعني كتير من الفنانين يلي توافدوا وما بدنا ننسى حدا، وشكل محطة سنوية مثل ما قلت بينطروها أهالي أهدن وأهالي الشمال، مش مجرد بس للاستمتاع بالموسيقى وبالسياحة، وإنما أيضا لتحريك الدورة الاقتصادية مزبوط. يلي السياحة هي أساس هذا الأمر، وأكيد خلق فرص عمل للشباب حتى ينزلوا على شتوية يمكن ببحبوحة، أو إذا عندهم أي بروجي بدون ينفذوه يكونوا قادرين أنهم ينفذوه، أو حتى experience وnetworking وPR. يعني منكتسب كتير من هذا العالم الواسع، من هالتجربة الكبيرة، والموسيقى هي الجامع، هي اللغة يلي بتوحدنا كلنا رغم صحيح. كل الاختلافات، منجتمع على هالمدرج، منغني سوا، منفرح سوا. أنا بقول هي السلام فعلاً. هي الموسيقى هي السلام عن جد يلي نحن بحاجة له بهيدا الأوقات، وهي صحيح. المطرح المنشود يلي بخلينا ننسى كل هموم الأرض يعني فعلاً. فكيف إذا اجتمعوا كلهم بأهدن بهالمطرح الحلو من لبنان يلي عن جد شهادة أي متى ببلش أهدن؟ إن الله راد نحن منبلش ب 18 تموز مستمرين ل 28 تموز، أكيد ليالي كلها سحر. البداية مع ليلة تكريم للعملاق الراحل الياسر الرحباني وأعماله الفنية بقيادة غسان الرحباني ابنه، بيرافقوا على المسرح أكيد الفنانة رانيا غصن الحاج وجلبار الجلخ مع فرقة موسيقية ضخمة سيمفونية. بس هون بطمن المشاهدين وبقول لهم يعني مش إذا في فرقة أو أوركسترا سيمفونية كبيرة يعني كلاسيكية، اليوم في عنا عم نرجع نستمع لأغاني الياسر الرحباني يلي بعدنا لهلأ بنسمعهم، ولكن هيدا الجيل ما بيعرف إنه هو وراهن. يعني الياسر الرحباني ما حصر حاله بفنانة أو فنان صحيح. واحد راحن صباح وديع الصافي وسامي كلارك، ويعني فريبرتوار لحاله فعلا العمالقة يلي نقلونا للعالمية، ولكن بتوست غسان الرحباني يلي هو أول من فوت الروك اند رول على البلد. فهالموسيقى هيك اللي كلها بيتس كلها حماس، في شوز رقص على المسرح أكيد أوكي. كمان رانيا وجلبار رح يقدموا عروض مذهلة، فعن جد سهرة تاخد العقل. منكفي أكيد مع عبير نعمي النجمة اللبنانية العربية يلي كانت عم بتحقق نجاحات كتير كبيرة برقية وبالإبداع يلي عم بتقدمه ب20 تموز، ب21 رح ننتقل للمسرح إيمانا منا بأهمية دعم المسرح ودعم الفن والفنانين، وتحديدا بلبنان خاصة بالفترة الأخيرة مزبوط. كنا عم نشوف قديش عم يتعرض لهجوم ولظلم بمطرح معين، فواجبنا يعني المسرح والفن انطلق من هالبلد لكل البلدان العربية ولكل العالم، ومن هيدا البلد رح نكفي. فرح تنضم لنا مسرحية ماري كريم، مهضومة كتير المسرحية، كان عندها عروض بدبي إذا ماني مغلطة صحيح كمان. فعلا بتتناول موضوع فعلا لازم نحن نعرف عنه، لازم نتوعى عنه ونوعي عنه، ولكن بطريقة كوميدية صحيح. وأكيد كل الممثلين والممثلات اللي عم بيشاركوا فيه يعني يشهد لقلهم. منكفي ب 25 وب 26 للسنة الثانية على التوالي الفنان والنجم العربي عربي نصيف زيتون لليلتين 25 و26 نعم خميس وجمعة. أكيد منقول للكل أنه بليز ما تتأخروا لأنه البطاقات عم تخلص، أكيد بيقدروا يلاقوها بكافة فروع فيرجن ميجا ستورز وبأوتيل أهدن بأهدن. أكيد يعني مستمرين مع النجمة العربية ميادة الحناوي، هديك السنة هيك قصرنا مع فئة عمرية معينة ومع ذوق فني معين، قلنا هيدي السنة بدنا نعود، وبعد غياب طويل لإلها يعني من 2019 فقلنا لا بدنا نرجع نربحها بلبنان، وخاصة حبها لأنه هي بتقول لبنان بلد التاني وقدمت له أغنية. فهيك رح نكون بليلة طربية بتاخد العقل برفقة على المسرح المايسترو إليل عليا، وأكيد الختام ب 28 تموز مع سهرة شبابية دانسينج مون 2 يلي هي حفلة دي جي. رح يكون معنا دي جي تيماك ودي جي جين، يعني بين الأولديز 80s و90s، وأكيد الأغاني العصرية للشباب يستمعوا لها. أصرينا على قيام هيدي الحفلة لأنه في كتير من الشباب بدون يكتشفوا عالم السهر، وبظل الأوضاع اللي عم بتصير لازم يكتشفوها بمكان آمن، ولازم أهلهم يطمنوا بالهم هن لوين رايحين تيعرفوا كمان هيدا العالم الواسع. أهدنيات يعني أهدنيات خلص طمنوا بالهم طمنوا فكرهم طلعوا أهلا وسهلا بالفيلم ما في مشكلة أبدا مع الأهل يعني شرفونا، وأنتم ما بدكم عزيمة أكيد من أهل البيت، وإن شاء الله يعني نحن والجديد شركة رح نكون بالنجاح، وأكيد بدعمكم الإعلامي والإعلاني يلي ولا مرة قصرتوا، فإن شاء الله دايما هيك بنكون شركة. أهدنيات هو باقة من الرسائل إن كانت الموسيقية أو الفنية، بالإضافة للرسائل الإنسانية والبيئية، يعني دعم أو ريع
المهرجان رح يروح لدعم مسرح دوار الشمس. ايه انبسطت كتير بس قريت هيدا الموضوع. نعم رح تدعم. برجع بقلك حناخد المسرح، الموسيقى، الاداء، النحت، كل انواع الفن السبعة على عتقنا. وستريما اثرت على هيدا الموضوع بكل منطقة لبنانية بكل المحافظات، رح تنقي بلدة بتشتهر بنوع فن ونقدر ندعمها على طريقتنا. رح يروح لدعم دوار الشمس اللي هو من المسارح ثلاثة يلي باقية من لبنان ويلي من خلاله طلع كتير من النجوم اللبنانية العربية اللي انتقلوا للعالمية. بستة تموز الماضي احترق، فقلنا هيدا التموز بدنا كل الحب والدعم لإله، بدنا نعود له أكيد، وخاصة إنه مساحة لطلاب الجامعة اللبنانية تيقدموا الدبلوم. يعني أوريدي الجامعة لبيز والطلاب عم بيعانوا من كتير من المشاكل، فكمان يخسروا هالمساحة ما رح نقبلها، ونكون عدوى إيجابية لكل يلي حابب يساعد إنه كمان يتحمس ويساعد، بالإضافة أكيد للبعد البيئي. يعني أهدن منطقة بيئية، فنحن منوعي على أهمية الفرز من المصدر. الفنان بيطلع بيزرع أرز باسمه بغابة نجوم أهدنيات بمحمية حرش أهدن، أولا تيبقى هيك موصول بأهدن ويضل عم يتذكر، وثانيا من خلاله منوعي على أهمية التشجير وتوسيع المساحات الخضراء للحد من الحرائق ولفعلا نحافظ على بلدنا الأخضر. لا أنتوا مجموعة يعني ما بتنسوا ولا تفصيلة معقول يكون لها علاقة بهالمهرجان، لأنه ما في أحلى من الموسيقى توصل. يعني قد أنتوا حلوين أصلا، ولو ما أنتوا حلوين ما عم تقدروا توصلوا هالرسالة الحلوة وهالمهرجان الحلو يلي أصدقوا عم توصل لكل العالم. أنت الحلو كيف عم تقدروا حلوين. تجمعوا ناس من كل لبنان، يعني هو مزبوط أهدن بشمال لبنان، ولكن أنا بعرف ناس من كل لبنان بتقطع كل سنة وبتطلع على أهدن وبنقوا دايما أنه بدهم يطلعوا يقضوا أكتر من يومين وثلاثة وما بيشبعوا. فيها سحر، فيها طاقة. بيسألوك شو بتحبي أكتر شيء بأهدن أو شو حبيتي، بتقول ما بعرف حبيتك كلها، لأنه فيها هيدي الطاقة الحلوة. صح. الطاقة الإيجابية طاقة الناس كمان فعلا، هيدي كمان شغلة كتير مهمة. وجوههم اللي عم تضحك، استقبالهم، يعني قلت شيء كتير مزبوط، يعني ما مش لأنه أنت عم بتدافع عنهم عم بتبالغ، وفعلا هيدي الحقيقة. تسلم. فعلا هي هيدي كيف ما بتطلعي بالناس، بتطلعي بتلاقيها مبسوطة وفرحانة فعلاً. ومبسوطين أنه عم يجي الناس لعندهم، يعني محمسين أنه هن هالقد منطقة مقصودة من أكيد كل لبنان. يعني نحن دايما بنقول اللي بشوفنا بعين بنشوفه بعشرة، كيف إذا طالع على دارنا، فدايما بنقولهم الدار إلكن والعتبة إلنا، أهدن شرفونا. نشاطات ما بتخلص، أنواع سياحة رياضية، حتى في للولاد كمان عاملين أشياء للولاد. أكيد الدخول لها مجاني طبعا، إيمانا منا أنه من حق كل طفل وخاصة بالمنطقة أنه يلعب ويتسلى ويفرح مع غيره. ولكن هذه السنة كمان مميزة، للسنة تقريبا الثالثة على التوالي رح نكون بالتعاون مع يونيسف للتوعية حول أهمية الحماية من مواقع التواصل الاجتماعي والسايبر سيكوريتي، وهدول الرسائل موجهة للأهل وللأطفال خاصة بعد يلي كنا عم نشهده بالأيام الأخيرة، وحتى نحن ننتبه ونرجع نقول لا كتير حلو نتواصل مع بعض، كتير حلو كون قاعدة أنا على المدرج حد أشخاص ما بعرفهم أتعرف عليهم وابني صداقات من كافة الأراضي اللبنانية. صحيح. لأنه الموسيقى بتجمعنا، لأنه الموسيقى بتبقى هي الفرق، هي هي مثل دقات القلب، هي البيتس يلي لحنا من خلالها بنقدر نعيش ونكفي مع بعض رغم كل التحديات يلي منواجهها. أكيد إذا بتسمحي هون تحية لأهلنا ونسائنا وأطفالنا بالجنوب وبغزة، يعني هني عم بيناضلوا تيبقى لبنان عايش، فنحنا مش رح نوقف. لبنان بألف خير بأمان لكل المغتربين يلي خايفين يجوا، لكل السواح يلي هني مش لبنانية هني أجانب ومفكرين إنه الوضع الأمني مش منيح، لبنان بألف خير. صح. بأيادي أمينة، نحنا عم نروح عم نجي عم نفرح، البلد مفتوح للكل بيستقبل الكل، وصيفية رح تكون ولا أروع رغم الحزن يلي بقلبنا، ولكن دايما نقول الفرح بيخلق من رحم الأحزان والأوجاع، ولكن إرادة الحياة عند اللبناني ما رح تخلص، رح نبني لبنان. صحيح. ورح يضل مستمر. صحيح. ويعني يشهد لللبناني بحبه لهالبلد وبعطائه، وإيدنا بإيد بعض أكيد لبلد أفضل. بقول لهم شرفونا على أهدن من 18 ل 28، فيكن تبلشوا من هلأ، فيكن تبقوا كل الصيفية. صحيح. فوق 100%. من كفي لآب ولأيلول، وما في أحلى من التشارين بأهدن، ولكن هيك كمان تيستفادوا من أهدنيات على أهدن شرفونا. يعني ما فيني زيد ولا كلمة عليك إيفلينا،
كتير حلو اللي قلتي، وهيدي دعاية على فكرة لازم نحن نحطها دايما على الجديد، انه لبنان بألف خير وما في شيء عنا فعلا. عن جد شفنا البوستر على كل حال، وشفنا مهرجان اهدن يلي اهدنيات يلي طبعا هو زينة الشمال. شكرا كتير لك ابلينا مهاوس. شكرا مريات على محبتك انت شخصيا وعلى الجديد وكل فريق العمل وتعبكم معنا. اهلا وسهلا، يعطيكم الف عافية.